الآن راح نمر إلى مرحلة الربط بين شبكة الوطنية وشبكة الأوروبية. سون الغاز بدأت في الحديث مع أكبر شركات أوروبية بالنسبة لإنجاز خط كهربائي عبر البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله راح تشاهدوا معنا ونعطوكم المعلومة في حينها عندما ننتهي من كل هذا يعني المحادثات وهذه النيغوسياسيون وهذا سابون دو طون شوية تكنيكمون. وإحنا الحمد لله يعني فرحانين وفخورين بزاف بزاف بسون الغاز وكذلك إطارات سون الغاز للمستوى اللي وصلوا ليه في هذا التحكم التكنولوجي اللي راح يخلونا بأريحية وبسهولة نوصلوا إلى ربط الشبكة الكهربائية الوطنية بالشبكة الأوروبية. الهدف من وراء ذلك هو تصدير الكهرباء أكيد، كذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيات في هذا المجال، وتخلي الجزائر من أكبر الدول في البحر الأبيض المتوسط من ناحية التحكم التكنولوجي نقل الكهرباء